حبايب قلبي، طلابنا الاعزاء، طلاب المرحله الثالثه، ارحب بكم بدرس جديد. اليوم ان شاء الله راح نبدا بكتاب النحو للمرحله الثالثه، وهذه هي المحاضره الاولى. الان في المحاضره الاولى مكتوب هنا عندي الاوبريتر. طبعا كلمه اوبريتر موجوده عندك بالكتاب في صفحه 11. زين، خلونا نعرف شنو المقصود بالاوبريتر، شنو معنى اوبريتر. منو عنده معلومه يقدر يقول لي؟ ها، منو عنده معلومه يقدر يقول لي شنو يعني اوبريتر؟ الاوبريتر يعتبر الفعل المساعد. طيب، الاوبريتر يعني معناها الفعل المساعد. كلام صحيح ولكن بينقص، كلام صحيح ولكن بينقص. شنو يعني بينقص؟ تعالوا خلونا نتعرف، وشكرا على مشاركه الاخت الفاضله، شكرا جزيلا لك. طيب تعالوا ويانا خلونا نعرف شنو المقصود بالاوبريتر. طلابنا الاعزاء، انا عندي قلم اسود، ولكن القلم هذا الأسود يكتب أحمر، يعني مخلي له أحمر ما بالغلط، فالقلم الأسود صار يكتب أحمر، فهاي مشكلة. فخلينا نجيب اللون الأسود على مود يبين بالكتابة. و نعم، الأوبريتر هو نستخدمه وصح فعل مساعد بس حالة النفي والسؤال. طيب، كلامك صحيح. الأوبريتر خلونا نعرفه هيك بسيط، وهو الفعل المساعد، وهو الفعل المساعد الذي نستخدمه في حالة النفي والسؤال. طيب، يعني شنو معنى هذا الحكي يا استاذ محمد؟ يعني معناها هو الفعل المساعد اللي راح استخدمه في حالة النفي والسؤال، ولكن اكو شغلة مهمة جدا لازم ننتبه عليها. شنو هي هذه الشغلة؟ الشغلة لازم نعرفها ان هذا الفعل المساعد قد لا يوجد في الجملة. تعالوا خلونا نعطيكم امثلة واعرفكم شلون معنى هذا الحكي. طيب، تعالوا خلونا نعرف امثلة اكثر واكثر. الان لو اجيت وقلت بالامتحان he is playing now. الآن ما هو الأوبريتر في هذه الجملة؟ is. ها، واضح؟ ألو؟ واضح. طيب، واضح. He is playing. طيب، لو قلت أني she will go home. She will go home. ما هو الأوبريتر في هذه الجملة؟ إذن الأوبريتر في هذه الجملة هو will. طيب، ناخذ مثال آخر. علي would like to do that. طيب، الآن ما هو الفعل الأوبريتر في هذه الجملة؟ ها؟ would. خوش حجي، الآن عرفنا ما هو الأوبريتر. حلو، ولكن أكو ملاحظتين مهمة تخص الأوبريتر. الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية. الملاحظة الأولى لازم تعرف لي فرد ثلاث نقاط بيها. شنو هي ثلاث نقاط اللي هم؟ إذا كان الفعل ماضي الأوبريتر راح يكون ديد. ليش؟ لأن أنا ما عندي أوبريتر أصلا بالجملة، وبالتالي من أحتاج أوبريتر إيش راح أسوي؟ راح أحط ديد من عندي أني. مثال عليها، تعال على هذا المثال هنا شو يكون. مثال: he played well، أو هي بلايد فوتبول، أو أين الكان، هيك للسرعة بس مثال بسيط. الآن هذه الجملة ما هو الأوبريتر مال هذه الجملة؟ وينكم يا شباب بنات؟ ها، الديد. إذا أستاذ الديد ماكو. أستاذ أنت الديد منين جبته؟ هاي الجملة مالتي ما بيها ديد، أنت منين جبت الديد؟ أنا جبت الديد من عندي. ليش؟ لأن لو ردت تنفي الجملة راح تقول he didn't play، لو ردت تنفيها راح تقول he didn't.
ولو ردت تحولها سؤال راح تقول did بالبداية. لذلك الفعل الماضي لما يجيني راح أقول الأوبريتر هو did. لهنا واضح؟ yes. طيب زين، إذا كان الفعل مجرد، إذا كان الفعل مجرد راح يكون الفعل المساعد مالتي do. مثال عليها، مثال عليها، we go home، we go to university every day، نحن نذهب إلى الجامعة كل يوم. الآن شنو الأوبريتر بهاي الجملة؟ ما هو الأوبريتر في هذه الجملة؟ الأوبريتر هو do. طيب أستاذ محمد أنت منين جبت الدو؟ أنت مو توك تقول، مو توك تقول هنا الإز هو الفعل المساعد أوبريتر، وهنا تقول الول، جيت هنا قلت الويد. طيب هنا ليش حطيت هدو يا أستاذ محمد؟ السبب لأن هاي الجملة ما بيها فعل مساعد، وآني هاي جملة we go، we go هاي مضارع، فبضارع شنو الفعل المساعد مالته؟ do. شو أنا حويها سؤال أقول do don't أو أقول doesn't. فإذا راح آني أستخدم في هذه الجملة do هو الفعل المساعد، لذلك راح أقول على do هو operator. سلامة خيركم، بس صحيح انتهى الموضوع. والملاحظة الأخيرة، إذا كان الفعل يحتوي على S الشخص الثالث، S الشخص الثالث، بهاي الحالة إذا كان عندي فعل يحتوي على S الشخص الثالث راح يكون الأوبريتر هو does. مثال علي، مثال علي، she writes. تلاحظون هنا شكو، شكو هنا بالفعل، شكو شباب بنات عيني شكو، ها وينكم؟ اكو اس، طالما عندي اس ايش راح اسوي؟ ايش راح اقول؟ من الاوبريتر؟ ها اذا راح اقول الاوبريتر في هذه الجمله هو داز. ها من عنده سؤال؟ طبعا انا اباوع مره هيك ومره اباوع هيك، ليش؟ لانه الكاميرا تصور منا والبث يكون منا، فما اعرف يعني اصد هنا هنا، فانتوا لا تزعلون، حتى هم طلاب هنا ما يزعلون وانتوا هم ما تزعلون، فنوع بكم هنا وهنا. طيب الجملة إذا ندخل بالأوبريتر ننظر على زمن الجملة. أكيد نعم، ننظر إلى زمن الجملة. أحسنت يا نور. إذا كانت مضارع أقول يعني، إذا كانت مجرد أقول دو، إذا كانت به أس الشخص الثالث أقول داس، أما إذا كانت ماضي فراح أقول ديد. راح تكون بس بصيغة السؤال والإجابة؟ ما افتهمت شنو يعني؟ يعني هي بلاي، إيه راح أقول did he play بس بصيغة سؤال. ليش بصيغة النفي؟ هم أقول did، he didn't. No he didn't. إيه هم راح استخدم did مو صح؟ إيه إذن إذن يعني هذا الفعل المساعد المخفي راح استخدمه في حالة النفي وفي حالة السؤال اللي هو يسمونه operator. إلي هنا واضح؟ نراجع، يلا تعالوا خلونا نعيد درسنا اليوم. شو اخذنا هسه لحد الان؟ اخذنا الاوبريتر، قلنا الاوبريتر الله يساعده قال هلا بيك، قلت له شنو؟ قال يابا انا الفعل المساعد اللي موجود بالجمله. بعدين ايش قلت؟ انطينا مثال هي از كذا، انطينا هالحكي. بعدين ايش قال لي؟ قال يابا هاي ملاحظه بها ثلاث نقاط. هاي الملاحظه تقول اذا كان الفعل ماضي استخدم did، واذا كان الفعل مجرد استخدم do، واذا كان الفعل مفرد بأس الشخص الثالث يعني راح اخلي does. ها هي انتهى الموضوع. مثال played قلنا did، go فعل مجرد قلنا do، و writes بها s الشخص الثالث قلنا does. طيب هاي الملاحظة. هنا عندنا ملاحظة ثانية مهمة تخص الأوبريتر. شنو هي الملاحظة المهمة؟ تقول هاي الملاحظة إذا كان، إذا كان أكثر من فعل مساعد، من يقول لي شو نسوي؟ إذا كان أكثر من فعل مساعد فنختار، نختار الفعل الأول. الأول يا صارت صيني هاي صدق كذي بيكتب عاد ترى إخوان صوت القلم هذا مو صوتي. الفعل الأول ليكون، ليكون أوبريتر، ليكون هو الأوبريتر. طيب
طيب تعالوا خلونا ناخذ امثله على هذا الموضوع. زين مثال عليه. She will have been. She will have been to. She will have been to Turkey. يلا هسوي وياي. الآن كم فعل مساعد عندي بالجملة؟ Will. Will have. ممكن been. ممكن اقول لا لا انا احكي لك بشكل عام، يعني ممكن طالب يجي يقول الاستاذ البين هم اعتبرها فعل مساعد بشكل عام، انا كلامي بشكل عام. طيب بهاي الحاله انا ايش راح اسوي؟ وينهم؟ ها نجي نستخدم البين الهاي الهاف نشيلها نقول لها باي باي، والبين نقول لها باي باي، ونجي على الول ونشل بيها لانها اول وحده. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها واضح؟ يلا يلا ناخذ تمرين. تمرين نحو ثالثي، لان انتو ثالث مرحله ثالثه فسميكم ثالثي. طيب يلا وياي. She has. She has a chat with Ali. مثال بسيط. اثنين. We should study hard. مثال اللي بعده. It rained yesterday. بعد أربعة. She has written a story. وخمسة. علي can speak three language. طيب يلا من يحل لنا ذن الأمثلة؟ بس الطالبة الشاطرة. يلا خلينا نشوف شطار هو طلاب. أحلهم أنا الاسم. زينب. يلا زينب. يلا زينب الأولى شنو الفعل المساعد اللي الأوبريتر العفو does لأن هاز جاية مين بير مو أوكزيلياري. عافية بزينب. إذا هنا إيش راح أقول هنا الأوبريتر هو does. طيب ليش أستاذ ما افتهمت أنا ليش does؟ إحنا مو ذكرنا إذا كان الفاعل مفرد، إذا كان هذا الفعل اس يعني بأس شخص ثالث يعني مفرد، لذلك قلت راح أستخدم لو دو لو does لأنه مضارع. طيب الشي مفرد اذا ياخذ الداز، لذلك راح اقول شي داز. اذا الفعل المساعد هو مال هاي الجمله شنو؟ الفعل المساعد هو داز. استاذ ليش ما قلت الهاز؟ الهاز فعل مساعد هنا لو فعل رئيسي. لا فعل رئيسي. شي هاز ا تشات يعني هي تحدثت مع علي. اذا هاي الهاز حاله حال بلاي فعل رئيسي يعني. طيب اذا الحل داز. Does she have a chat؟ عافية. من أريد أسويها سؤال أقول Does she have a chat؟ Does she have؟ لأن هذا السؤال يكون الفعل مجرد. أحل الثانية لو لا غير زينب كافي. Okay. طيب بعد يلا وينها نور؟ نعم. يلا نور حلينا اللي بعدها. اللي بعدها وشو إيه؟ نعم. منو الفعل المساعد مالتي هنا اللي انفي بالجمله بي واستخدمه وانا واسويها سؤال؟ شود. عافيه. اذا الشود ايش راح اقول علي؟ شود. اذا انا لما هسه باعي انا لما اقول لك بالامتحان طلعي لي الاوبريتر شود قليلي. شود خلاص انتهى الموضوع. ها هي
لما انا اريد اسالك اتفيك يعني اقول لك اثبتي لي ان الشود هي اوبريتر او من اي تقولي لي يا بسويها سؤال نفي. انا هسه ما اريد سؤال نفي، الله بالخير ما اريد سؤال نفي انا هسه. واضح؟ طيب اذا اتريند. يلا من اللي بعدها؟ وينها ماجده؟ اليوم ماجده غياب. يلا براء عمار. نعم استاذ. براء النقطة الثالثة train بالماضي البسيط فراح يكون الاوبريتر مالتها did. عافية احسنتي بالشاطرة. اذن الاوبريتر عندي هنا did. She has written. طبعا هنا has written، الهاز هنا فعل مساعد او فعل رئيسي؟ فعل مساعد. فعل مساعد، لذلك الهاز راح يكون هو الاوبريتر. ليش؟ لان هاز وراها تصريف ثالث، هذا مضارع تام. She has written a story. خمسة علي can speak، من الاوبريتر هنا؟ كان. من يقول لي ليش؟ لأنه عدنا فعل رئيسي بالجملة. لأنه كان هو الفعل المساعد بهاي الجملة، وأنا اللي راح أستخدمه نفس الفعل في حالة النفي والسؤال. بس هاي واضح؟ نعم أستاذ. كتبته؟ نعم أستاذ واضح أستاذ. المحاضرة مسجلة ترجعون عليها بعدين. طيب شون هالجامعة وياكم هاي السنة؟ بهذلة مو متعودين على الإلكتروني أنتو؟ لو ما درستوا الإلكتروني أنتو أصلا؟ درست بس هسه تقريبا أصعب سنة راح تكون على المرحلة الرابعة، لأن قضوها كلها إلكتروني. طيب هسه راح نجي إلى الموضوع اللي بعده. طيب نروح على الكتاب، اخذنا الاوبريتر، هذا موضوع الاوبريتر انتهى. هسه راح نجي على من راح نجي على سنتنس اليمنت، عناصر الجمله. طلعوا لي 2 5 بالكتاب اللي هو سنتنس اليمنت. طبعا هذا موضوع كلش مهم، النحو كله يحكي على هذا الموضوع. طبعا مرحله ثالثه ورابعه اثنيناتهم يحكون على هذا الموضوع، صراحه كلش مهم. طيب المايك هذا مالتي مشلب برجلي هني، لان هذا واير شلع قلبي، ف يعني خاف اوقع يعني سامحوني. طيب زين هسه راح نجي على سنتنس اليمنت، يعني عناصر الجمله. باوعوا لي وياي على عناصر الجمله، شوفوا خليكم وياي. اول شيء باللغه الانجليزيه من عناصر الجمله راح ابدا بسبجكت. طيب شنو يعني سبجكت؟ شنو يعني سبجكت؟ هو الفاعل. الفاعل. طيب وعندي بعد شنو؟ فيرب اللي هو الفعل. طيب ويا الفعل ايش عندي بعد؟ اوبجكت وادفيرب والظرف. طبعا انا ما استغليت السبوره بشكل صحيح، خلينا ارتب السبوره احسن على مود تسهلنا بعلينا بالحال. طيب هسه احنا راح نبدي عنصر عنصر من عناصر الجمله. اول شيء هو السبجكت، هذا خلصنا من عنده. نجي على الفير بعدها ونحط هنا ادفير. نجي بعدها على اليمين على لا خلوها مو هسه. سبجكت فير ادفير بعد شنو؟ اوبجكت. اوبجكت سهل شويه. اوبجكت وبعد ايش عندنا؟ لينكينج فيرب. بريبوزيشن لا دقيقه خلينا ادخلين عليها اتاكد من عندنا شنو بعدنا. بقالنا والله بعد فيرب سبجكت. خلاص خلينا الى هنا، وهنا راح نسويها ملاحظات، يعني خاف نحتاج ملاحظات او في شغله. دفت صوتكم شويه شباب بنات عيني صوتكم. طيب خليكم وياي هسه راح نيجي على السبجكت. شوفوا السبجكت وياي شنو يعني سبجكت؟ شنو يعني سبجكت؟ اسم او ضمير. اسم او ضمير وين يجيني؟ يجيني بداية الجملة. بداية الجملة هناك شغلة مهمة جدا بالفاعل. طبعا الفاعل قد يكون، يعني هاي اول ملاحظة علي. ثاني ملاحظة، قد يكون اسم، كلمة، أو اثنين، أو عشرة. إيه نعم عشرة. مرات الفاعل يكون عشر كلمات،
عادي الفاعل نلقاه 10 كلمات ماكو أي مشكلة، وراح أشوفكم هسه. طيب أعطيكم مثال. I go shopping يعني معناها أنا ذهبت للتسوق، واضح لهنا؟ طيب the car is new يعني السيارة جديدة، من هو الفاعل؟ the car. طيب الرجل الذي رأيته is my old friend. باوعوا لي على هاي الجملة وانتبهوا لي عليها زين، شوفوا وياي، شوفوا شباب بنات عيني. الآن هاي الجملة the man who I saw is my old friend، هل تعلم أن الفاعل في هذه الجملة هو كل هذه العبارة؟ الرجل الذي رأيته هو صديقي، زين. إذن الفاعل قد يكون اسم أو ضمير بداية الجملة، أو قد يكون كلمة أو كلمتين أو ثلاث، وهنا راح نكتب الملاحظة الجوهرية اللي هي تخص الفاعل. شنو هي الملاحظة الجوهرية؟ اكتبوا ليها يمكم إيه هنا. نجد الفاعل قبل الفعل الرئيسي، قبل الفعل المين فيرب، قبل الفعل الرئيسي. هسه راح اعلمكم وانطيكم امثله اخرى، بس اكتبوا لي هاي الملاحظه كلش مهمه. الفاعل نلقاه قبل الفعل الرئيسي، لهنا واضح؟ هسه راح انطيكم امثله. الفعل وهو ثاني عنصر في الجملة، هو ثاني عنصر في الجملة. طيب وطبعا مثل ما تعرفون مرات يحتوي على ED، مرات يحتوي على EN، هاي كنا نعرفها يعني فعل. واحد ما يعرف الفعل؟ لهنا واضح؟ وهنا أريدكم تعرفوا لي ملاحظة مهمة عن الفعل، وهي للفعل أنواع. هاي كلش ملاحظة مهمة، طبعا راح ناخذهن هن وتقاسيمهن بعدين. إذا الفعل هو ثاني عنصر من عناصر الجملة، دائما يكون قبله أكو فاعل، دائما يكون أكو قبله فاعل. طيب إلينا واضح؟ نيجي على الظرف الادفيرب، كتبوا لي عليه ملاحظة. وهو العنصر المتحرك، وهو العنصر المتحرك. شنو يعني متحرك؟ يعني نقدر نحركه بدون أي مشاكل، وممكن يجيني وين ما كان، ماكو أي مشكلة. أعطيكم مثال علي وهو العنصر المتحرك في الجملة. مثال على هذا الشيء، نكتب مثال عليه وهو العنصر المتحرك. يعني خلينا نقول for example على سبيل المثال now I am happy، الآن I am happy. طيب زين I am happy now. طيب خلاص خلونا هالجملة ما ندوخكم أكثر. شوفوا يا شباب بنات، هنا ناو مو ظرف؟ وين جتني؟ مرة بالبداية ومرة بالنهاية. وجتني. طيب أكو معنى؟ اختلف المعنى؟ لا نفس الشيء. إذن الظرف ممكن يجيني بالبداية وممكن يجيني بالوسط، الظروف دائما تكون متحركة، وحتى بالعربي نفس الشيء. الآن أنا سعيد الآن نفس الشيء. فالفعل ماكو أي مشكلة إذا تحرك وتقدم وتأخر، الظرف إذا تقدم وتأخر ماكو أي مشكلة. طبعا هاي الملاحظات راح نحتاجها هسه بهذا الموضوع اللي راح نشرح لكم إياه. طيب الملاحظة الأخرى، أريدكم تعرفوا لي أن الظروف تقسم إلى 3 أنواع رئيسية. طبعا إحنا عندنا أكو أنواع أخرى، ولكن هي الأساسية هاي اللي هي ظرف حال
وظرف مكان؟ وظرف زمان. أحسنتي، وظرف مكان. طيب طبعا ظرف الحال ينتهي بالواي، ظرف مكان يعني مثلا على سبيل المثال ان لندن، ان يونيفرسيتي والى اخره، وظرف المكان، وظرف الزمان اللي هو ما دل على وقت، اللي هو ما دل على وقت. حلو زين. إلى هنا الظرف هو متحرك ممكن يجيني بالبداية أو بالأخير ماكو أي مشكلة. إلى ثلاث أنواع: ظرف الحال اللي ينتهي بالواي، وظرف المكان أي شيء يدل على مكان، وظرف الزمان اللي هو يحتوي على وقت. واضح لهنا؟ طيب الملاحظة اللي بعدها المفعول به، كتبوا لي عليه ملاحظة، وهو أي اسم يأتي بعد الفعل، بعد الفعل الرئيسي. طيب وهو أي اسم يأتي بعد الفعل الرئيسي، يعني مثال عليه شنو؟ يعني مثال عليه أبو القيرة الغلم هذا. طيب مثال عليه، مثلا I drink coffee. هنا الكوفي ايش راح نقول عليها؟ object، مفعول به object. اذا المفعول به هو اي اسم يجيني بعد الفعل الرئيسي. الى هنا واضح؟ طيب الان هاي الملاحظات اللي اخذناها بشنو راح تفيدنا؟ بشنو راح تفيدنا؟ يعني ليش اخذناها اصلا؟ تعالوا خلونا نعرف. نعم راح تفيدنا في موضوع في الإعراب أو يسمى تحليل، يعني تحليل الجملة. طبعا هسه راح ناخذ أمثلة بأصل كنت على حاسبة وأعلمكم شلون تجي. تعالوا وياي يعني مثال على هذا الموضوع. We sold the car. يلا هسه وياي تعالوا خلونا نعرب هاي الجملة أنا وياكم. طبعا راح أساعدكم أنا بالجملة الأولى والباقات أنتوا راح تحلونهن. الوي شنو هي الوي؟ سبجكت، فاعل، عافية. والسولد فير، أحسنتي. وذكر أوبجكت، مفعول به. حلو خوش حكي، لحد الآن الأمور طيبة. تعالوا وياي خلونا أعطيكم مثال آخر. Yesterday I slept. In the hall. يعني معناها البارحة أنا نمت in the hall. دير بالكم ترى إذا تحطونها هيل يعني جحيم، يعني انا نمت بالجحيم. طبعا ما حد ينام بالجحيم غير بس دكتور فاوستس، تعرفونه مو بالله. طيب زين حلو. هسه وياي زين نجي هنا، طبعا هنا عندي اصلبت. الان وياي يلا من يحل هاي الجمله؟ يسترداي. طيب يلا وياي مع بعض كلكم سويه، خلونا نحلها انا وياكم. يسترداي ايش راح نقول عليها؟ adverb. احسنتم. والاي subject. عافيه. والسلبت there. احسنتم. وان ذا هول object. وين اكو object بها حرف جر؟ ان ذا هول، في القاعه. ظرف شنو هذا؟ ادفير. راح يكون هذا ادفير. طبعا اذا تحبون تقولون ادفير اوف بليس يعني ظرف مكان ماكو اي مشكله. اذا تحبون تقولون بس ظرف، مو تونا قلنا الظرف ينقسم الى ثلاثه: ظرف حال، وظرف مكان، وزمان. تونا قلناها صدق كذي، تونا حكيت. طيب ها واضح. هي از ان لندن. الهي شنو؟ فاعل. احسنتم. والاز فعل لينكينج فيرب.
ربط، نعم نفس الشيء مين فعل ربط يعني. In London are there. طيب my brother subject sleeps there. Early adverb. طبعا adverb of what؟ adverb of time. نعم adverb of time. We can't go to school. We subject. هنا can't go هذه كلها تعتبر فعل. هذه كلها تعتبر فعل. يعني ليش هي كانت إلمن تابعة؟ الكانت إلمن تابعة. مولي go. لذلك إذا كانت go كلها راح تكون verb. To school. Adverb. جيد جدا. جيد جدا. ناخذ مثال آخر. I met علي. I subject. Met علي. Object. مفعول به. Object. Yes. نيجي على مثال بعد. We subject. Met علي. Object. Yesterday. I'm going to